اليوم رح نحكي عن مرض الزهايمر. مرض الزهايمر هو مرض بصيب الجهاز العصبي، هو أحد أشكال الخرف. زي ما كنا بنعرف، مريض الزهايمر بيعاني من فقدان الذاكرة بالإضافة لضعف الإدراك والاستيعاب بشكل عام. هالمرض بيصيب الأشخاص من عمر 65، ولكن السبب لحد الآن غير مفهوم. كل الدراسات والفرضيات بتبين إنه هالمرض مرض وراثي مرتبط ببعض الجينات، ولكن ظهور الأعراض والإصابة بالمرض مرتبطة ارتباطاً تاماً بحدوث تلف داخل الخلايا العصبية الموجودة داخل الدماغ. تشخيص هالمرض يعتمد على علامة خاصة، واللي هي وجود بروتينات بأعداد غير طبيعية داخل الخلية العصبية أو خارجها، وهالبروتينات تكون متجمعة على شكل عناقيد. أحد هاي البروتينات هو الأميلويد بيتا، واللي بوجد بشكل طبيعي خارج الخلية. المرض الزهايمر بتكتل هذا البروتين على شكل لويحات الأميلويد. نوع ثاني هو بروتين تاو، والموجود داخل الخلية العصبية. عند مرض الزهايمر يتجمع على شكل تشابكات عصبية غير طبيعية. لحد الآن السبب وراء تكون هاي التكتلات غير مفهوم. هل هو ردة فعل الدماغ على تلف الخلايا العصبية؟ أو هو سبب وراء ظهور المرض والأعراض؟ أما بالنسبة للعلاجات المتاحة حالياً لمرض الزهايمر، فعندنا العلاج باستخدام الأدوية. نقوم باستخدام الأدوية اللي بتضبط من عمل الأسيتيلكولين السيراز. الأسيتيلكولين السيراز بالأصل بيعمل على تدمير الناقل العصبي الأسيتيلكولين. يعني إحنا بحاجة للأسيتيلكولين حتى نساعد بعملية الذاكرة. إذا نزلنا من عمل الأسيتيلكولين السيراز، فزدنا عمل الأسيتيلكولين، فخففنا من الأعراض فقط. يعني هالعلاج بالنهاية أبداً مش علاج نهائي. فهيك لابد كان من دخول العلاج التجديدي باستخدام الخلايا الجذعية كأحد أنواع العلاج لمرض الزهايمر. رح نحكي عن علاج مرض الزهايمر بالتحديد باستخدام الخلايا الجذعية في ايدي كلينيك فيديوهات جاي. بتمنى نكون وصلنا المعلومة بشكل واضح وبسيط. مع السلامة.